الصلاة والسلام على رسول الله. المحاضرة السابعة، المحاضرة السابعة بتتكلم عن الاكس 25. قبل ما نتكلم عن الاكس 25 لازم نتكلم عن حاجة اسمها الفيرتشوال كونكشن والداتا جرام. الداتا جرام هو انك كل باكت بتاخد طريقها لوحدها، بتبقى طريقها يعني، وبتاخد باث غير الباكت التانية اللي موجودة. بالتالي ممكن في الريسيفر تتبعت باكت قبل التانية، والباكت اللي بتوصل قبل التانية ممكن تكون باكت الاخرانيه والباكت يبقى لسه متعطله بالظبط. فبالتالي الريسيفر لازم يري اوردر الباكتس دي، ماشي؟ لازم الريسيفر ايه يعيد ترتيب الباكتس دي. بعد كده نخش على حاجه اسمها الفيرتشوال كونكشن. ان الفيرتشوال كونكشن ان في الشورتست باث اللي كنا درسناه في المحاضره اللي فاتت اللي قلنا عليه ده بيتجاب للباكت دي، لو بيبقى ليها الباكت بيبقى ليها حاجه اسمها في سي اي دي. كل باكت اليوزر بيحط لها ايه في سي اي دي. الفي سي ده الفيرتشوال كونكشن بتكون حاجه من اثنين بناء على الابلكيشن او اللي انت بتعمله، بيرمننت في سي وسويتشد في سي اللي هي بي في سي واس في سي. البي في سي بتستخدم ده للشركات، الشركات لما بتتعمل ويبقى مثلا فرع الشركه في القاهره وفرع الشركه في اسوان، عايزه مثلا الفرعين يتكلموا مع بعض على طول ببلاش مثلا، فبيتحجز لهم خط بيرمننت بيكون ما بين الايه الفرعين. فبيكون طبعا ليز دي لاين يعني خط متاجر لوجيكال فور بيريد اوف تايم لوقت معين من الزمن. السويتشد سويتشد بي سي ممكن ترجعه تبص على الباكت سويتشنج عشان تفهموا الحته دي تبقى مستوعبينها اكتر. بس هو مع كل مكالمه في فيرتشوال كونكشن بيتم عمل الوسيله كده. ممكن نخش على الاكس 25. الاكس 25 هو بروتوكول لير 3 بروتوكول. ال اتش تي ال سي كان لير 2 صح؟ كان لير 2 صح. لير 3 بروتوكول بيسبورت البي في سي والاس في سي. و الفيزيكال لير بتاعته بتكون اكس 21. وبعد كده اللير 2 بتكون لاب وهو بالانسد مود. وبعد كده الاكس 25. الحته اللي هي ان الاكس 25 بيكون ما بين الدي تي اي والدي سي اي، الحته دي عشان كده احنا بنسمي النيتورك بتاعنا اكس 25 كلاود مش ودي لان ممكن تكون النيتورك دي شغاله باحدث تقنيه او احدث بروتوكول، ولكن الاكس 25 هو بيكون الانترفيس او النظاره اللي الدي تي اي والدي سي اي شايفه النيتورك بيها. فممكن يكون النت وهي شغاله اي تي ام او ايا كان الليتست تكنولوجي شغاله بيها، ولكن الدي تي ودي سي بيتعامل معاها لانها اكس 25. فانا بسميها اكس 25 كلاود ولكن وليس اكس 25 نتورك. هنا بنوضح الانكابسوليشن ان فلير 3 الاكس 25 يبقى في اكس 25 هيدر بيتحط على الباكت اللي جايه لي من فوق، والباكت اللي جايه من فوق بتكون عباره عن سيجمنت واللي هي فور هيدر بتنزل بتحط لها طبعا في اللي هي الاثنين برضو هيدر. بعد كده اتكلم عن شكل الاكس 121 ستاندرد او الفي سي اي دي فورمات بيكون شكله عامل ايه؟ بيكون شكله عارف انت لما بيكون رقمك مثلا بيبقى اول ثلاث ارقام فيه بيميز لك مثلا المنطقه السكن اللي انت فيها، ثاني رقمين بيميز مثلا الشارع، ثالث رقمين بعد كده بيميزوا العماره او حتى الشقه اللي انت ساكن فيها. كذلك برضو البي سي اي دي فورمات اول جزء فيه بيبقى بالكونتري كود، بعد كده جزء الشركه اللي هي الاي اس بي بروفايد الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعك، بعد كده اليوزر كود بتاعك. الاكس 25 كان بيقدم فيه مجموعه من الاوبشنز منها الفاست سيلكت فاسيليتي. الفاست سيلكت فاسيليتي دي ان انت وانت بتسيت اب المكالمه ممكن تبعت داتا. بمعنى انا دلوقتي هو عملنا في الكول سيت اب فيز عملنا كول ريكويست انكمينج كول، فهو بيأكسبت بيرد عليا بأكسبت وحته داتا معاها كمان. طيب الكلام ده ممكن بيفيد في بعض الشركات اللي بيبقى المكالمه فيها كريتيكال قوي. يعني على سبيل المثال شركات السياحه
تبقى على طول شغلهم سهل. بالتليفونات ويحجز الفندق ومش عارف ايه وكلام من ده والطيارات وكده. فلو هيستغل الثواني دي في انه يبعت فيها داتا، هتلاقيها على مدار اليوم هتفرق معاه بشكل رهيب جدا. فدي فاسيليتي موجوده في الاكس 25 اللي هي كان تقريبا الفاست دكتور قال لي فيها سيليكتور مثال، سيرفيس. يعني انا بتصل بيه السلام عليكم مش عارف بديله على طول اللي انا عايزه، بالظبط اقول انا عايز كذا. بالظبط تمام. بعد كده ال الاكس 25 باكيت فورمات تبقى بالمنظر ده. اول بيت عندنا بتبقى اسمها كيو بيت، بعد كده دي بيت، بعد كده الاس اس، بعد كده الاس جي ان. الكلام ده هنقول تفصيله ايه بعد شويه. وبعد كده الاس ال سي ان ده الباكيت تايب، سواء هي كوماند ولا داتا. كده اليوزر ادرس، وبعد كده الفاسيلتيز اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. بعد كده الجزء بتاع الايه بتاع الداتا. الكيو بيت هي الكواليفاير بيت، وهي بتحدد لي ان الداتا دي سواء هي باكيت ولا كوماند باكيت. بعد كده الدي بيت الديليفر بيت، سواء بتحدد لي انا هشتغل اند تو اند ولا هوب باي هوب. الكلام ده يفرق في ايه؟ بيفرق على اللينك بتاعك. اللينك بتاعك ده لو كان مش قوي قوي، الكواليتي بتاعته مش جيده الى حد كبير، تشتغل ان انت توصل للي بعدك. وصل رد عليا، وبعدين انت وصل للي بعدك، وصل يرد عليك، واللي بعدك وصل للي بعدك، لغايه ما توصل للديستنيشن. ولكن لو اللاين كواليتي بتاعتك عاليه زي الفايبر مثلا، لا انا ممكن ابعد مني للديستنيشن على طول، حتى لو بينا اكتر من هوب. فالدي بيت هي دي اللي بتحدد طريقه البعث، هي لاين هوب باي هوب ولا اند تو اند. تمام. سو هنا ماشي، سو هنا ارجع. هنا قلنا الكيوبيت دي بتحدد اذا كان داتا باكيت ولا كوماند باكيت. ليه قال بقى باكيت تايب كوماند او داتا؟ يعني ليه الاثنين موجودين في الاوبريشن؟ الله اعلم. هو ده الشكل المفروض لو جابه في الامتحان، يعني هو جابه تقريبا في الميد تيرم، المفروض الرسمه دي هي اللي هتعمل يعني، صح؟ بعد كده الجزء بتاع الاس اس اللي هو ده الكود بتاع السلايدنج ويندو. وده اللي حدد فيه الاكس اون والاكس اوف والفلو كنترول. تمام. بعد كده الاس جي ان اللي هي اللوجيكال شانل جروب نمبر، والال سي ان اللي هي اللوجيكال شانل نمبر. الاثنين دول يعتبروا بيمثلوا لي الفي سي اي دي اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه. الاثنين دول كده دي ودي يمثلوا لي الفي سي اي دي. تمام. بعد كده اتكلم عن حاجه، ان انا لو جاي اوصل مجموعه من الدي تي ايز، الدي تي ايز دي شغاله اسينكرونس. يعني ايه شغاله اسينكرونس؟ يعني شغاله كاركتر باي كاركتر، وانا شغال مع هوست، الهوست ده طبعا شغال كاركتر باي كاركتر. الامتحان التاني دي جت الامتحان التاني بالظبط. ما تبقاش والهوست طبعا بيسبورت الليتست تكنولوجي. اعمل ايه علشان اوصل الناس الغلابه دي بالهوست العالي قوي ده؟ تستخدم حاجه اسمها باد. الباد ده هو باكت السمبلر ديس السمبلر. بيعمل ايه؟ دول دي تي مع بعض بالظبط، دول دي تي ايز غلابه قوي. الاسمبلر هنا بيشتغل، بيقعد يجمع ويبعت على الاكس 25 لاين، يخش على الكلاود يوصل للهوست، والهوست اكيد بيسبورت الاكس 25. وكذلك العكس، لو الهوست بيبعت حاجه ضخمه كده ديس السمبلر هيبدا يوزعهم عليهم عشان ده يفهم برضه الكاركتر. تمام. ده الكاركتر ده ايه دلوقتي؟ بعد كده خلصنا الاكس 25، هنخش بقى على الفريم ريلي. الفريم ريلي الدكتور ما كان عنه قال ان هو يعتبر ابجريد او سمبليفاي او حاجه سمبلر ثاني الايه الاكس 25. الاكس 25 لو بصينا عليه هنا هنلاقيه ان هو بيسبورت في كل لاير حاجه، في الفيزيكال اكس 21، في اللاير 2 اللاب بي بالانسد مود، واكس 25 في لاير 3. في اكس هي ولكن ده الاكس 25. تمام. في اكس 25 في لاير 3 كان في فلو كنترول وكان في في سي اي دي. ماشي. تمام. مهمه لير 3 دي انا وزعتها في الفريم اللي على لير 4 ولير 2، فبالتالي لير 3 بقت فاضيه. مبقاش فيها حاجه. تمام. فبالتالي الفريم اللي بقى بيسبورت
سرعات اكبر، ممكن توصل 1.5 ميجا و39 ميجا، وتوصل كمان ل139 ميجا بت. ده اسمه ايه؟ بس بس فريم ديلي. ده الفريم ديلي ده اللي انا ماشي. كنا اتكلمنا اشرح تاني، اعيد الحته دي تاني. لا لا خلاص انا فهمت، انا بس خدت دي كده ووزعتها. ايوه بالظبط. السرعه بقى فرقت في ايه؟ السرعه دلوقتي زادت لان البروتوكول بقى ابسط. السرعه دلوقتي هنا لو ده الاكس 25 ب 64 كيلو بت بس، الفريم ديلي ممكن يوصل ل 139 ميجا بت. كنا اتكلمنا عن اكس 25 بيسبورت بي في سي واس في سي. الفريم ديلي لما اتعملت عمل للشركات اللي هي في لان هنا الشركه، فرع شركه في اسوان وشرع شركه في القاهره، فالفريم ديلي كلاود هي بتاعت كده هو بيرمننت فيرجن بالظبط، بيسبورت بيرمننت بي سي اونلي اللي هي لوجيكال ليزد او ليزد ليجيكال. في شويه بارامترز بيزك كده في الفريم ديلي لازم نكون عارفينها واحنا بنشتغل معاه، اللي هي سي اي ار والبي اي ار، او البي اي ار هي اسمها الام اي ار. ايه ده؟ ايه الاثنين دول؟ السي اي ار هي كوميتد انفورميشن ريت، ده اللي هو الافريج بتاع الترافيك بتاعك، يعني انت في الشهر معدل استخدامك ايه؟ يلا معدل اللي هو الحد الاقصى، الحد الاقصى للمعدل بتاعك. والبي اي ار اللي هي البيك انفورميشن ريت او الماكسيم انفورميشن ريت، انت بقى التوب بتاعك ايه؟ اعلى استخدام وصلت ايه؟ فلو الرسمه بتاعتنا دي ده يمثل مثلا رسمه للترافيك بتاعك، فبتكون اعلى نقطه بتاعتك هي البيك انفورميشن ريت، والافريج هو ده السي اي ار بتاعك. الكلام ده هيفيدنا في ايه؟ الكلام ده هيفيدنا بعد شويه في حاجه اسمها الكونجستشن افويدنس اللي هو تجنب الاختناق في الشبكه. بس قبل ما نخش على الموضوع بتاع الكونجستشن افويدنس، هنشوف الفريم بتاع الفريم ريلي شكله ايه. الفريم بتاع الفريم ريلي احنا متفقين ان مفيش حته كنترول، ان هي اتوزعت على لير 4 ولير 2. هو ده لير 2 صح؟ الفريم ريلي؟ لا هو اللي هو لير 3 البروتوكول. لا لير 2. لا هو لير 3 بس انا ما بيعملش كنترول. الله. ماشي، لان هو زي مناظر للاكس 25. مش ما هو كاتب هنا لير 2 بروتوكول. لا مش شغال عليه. هو هنا بس هيبقى شغال كلير 2. تمام تمام. ما هو في الاصل لير 3. ما هو يعتبر هو الثلاثه دول. خلاص. الموضوع الفريم بتاع الفريم ريلي، ما طبعا ما فيهوش جزء بتاع الكنترول. اول جزء بتاع الفلاج بتبتدي الفريم يبتدي بفلاج وينتهي بفلاج، بعد كده 8 بت ادرس. الادرس ده يوم قصه هنشوفه بعد كده. الداتا سي ار سي تمام. تعال بقى نشوف جزء الادرس ده. جزء الادرس بيكون من كذا حاجه بالمنظر ده. بيكون عندنا هنا في حوالي 6 بت للدي ال سي اي، بعد كده حاجه اسمها سي ار، بعد كده حاجه اسمها اي ال اللي هي اكستندد ادرس. تحت بيكون في دي ال سي اي، وبعد كده في ثلاث حاجات كمان هنشرحهم دلوقتي وبرضه اكستندد ادرس. طيب تعالى نشوف بقى الموضوع ده. اول حاجه ان عايزين نعرف ان الفريم ريلي بيسبورت فاريبل لينث ادرس. يعني ايه فاريبل لينث ادرس؟ يعني الادرس بتاعك ما بيكونش ثابت. فانا دلوقتي لو انا باعت الادرس بتاعي مش ده الجزء بتاع الادرس بتاعنا، وانا باعت لو الجزء ده الفريم ده الحته دي لو ختمتها مثلا بزيرو، معنى كده ان الادرس ما خلصش. انزل على تحتيه لغايه ما في وقت يلاقي ان الاي اي دي بون، معناها ان الادرس انتهى. فبالتالي هي دي الحته اللي بيقولها ان بيسبورت فاريبل لينث ادرس. هي دي الجزء بتاع اللي هي الجزء بتاع الاكستندد ادرس. الكوماند ريسبونس دي للاي اس بي يوز، الاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر هو اللي بيستخدمها البت دي. بعد كده الدي ال سي اي اللي هي الداتا لينك كونكشن ايدنتيفاير، وهي هي دي والجزء ده هو اللي بيعتبر البي سي اي دي بتاعنا، زي ما كنا اعتبرناه الاي سي جي ان والاي سي ان في الاكس 25 هو البي سي اي دي، هنا ده البي سي اي دي بتاعنا. تمام؟ وبعد كده حاجتين ثلاث حاجات كمان، بي اي سي ان اللي هي الباكورد اكسبليسيت كونجستشن نوتيفيكيشن، والاف اي سي ان اللي هي فورورد اكسبليسيت كونجستشن نوتيفيكيشن، والدي اي اللي هي الديسكارد اليجيبيليتي. دول بستخدمهم كفلاج علشان اعمل كونجستشن افويدنس. ايه موضوع الكونجستشن افويدنس ده بقى؟ اولا في بس سؤال في الحته دي.
ولا هي اللي السي ار دي. سي ار لما ما فيش اي كلام خالص بيستخدم للاي اس بي. اي اس بي محجوزه ليه؟ تمام. الحته دي انا مش فاهم ديت يعني اللي هي ايه؟ السطرين دول السطرين دول الجزء ده والجزء ده اللي هو الدي ال سي اي بيستخدمه كانه البي سي اي دي بتاعك فيجن كونكشن اي دي، ودول بستخدمهم الكونجكشن افويدنس كفلاجز هتشوفهم بعد شويه، وده بيستخدم للاي اس بي، وده بيدل عليا امتى الادرس خلص وامتى وانت بتخلص. لو زيرو لسه ما خلصش، لو 1 يبقى خلص. لو لسه ما خلصش ايه اللي بيحصل بقى ليه؟ يبقى هينزل يشوف اللي بعده، السطر اللي بعديه. هو بص هو هنا كده معناها العنوان خلص، ده واحد. لو طب لو زيرو، زيرو هيشوف اللي بعده، معناها لو لسه ما خلصش 1 يبقى خلاص خلص. يعني مثلا انا هنا كده لقيتها بزيرو، يبقى انزل هنا كده اقرا دول واشوف اللي بعديه وهكذا. هو يدل هنا في ما هو قالك انها فاريبل ما اتكلمش عنهم، ولكن ممكن يستغلوا في اي حاجه الله اعلم. بعد كده حته الكونجستشن افويدنس، لو اعتبرنا ان احنا عندنا جراف كده بالمنظر ده ما بين الثروبوت اللي هو الـ زي الكفاءه او البرسنتج اوف كارت ترافيك بتاعك والترافيك لود بتاعك. لو اعتبرنا ان انا دلوقتي كل ما الترافيك بيزيد لغايه وقت معين الثروبوت بتاع الشبكه كويس قوي، ان هي شغاله طبقا للعقد اللي انا متعاقد بيه مع الاي اس بي مع الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعي. فلغايه مثلا الترافيك ما يوصل للمنطقه هنا اللي هي الكوميتد اللي انا متعاقد معاها كوميتد انفورميشن ريت، مفيش نو كونجكشن، مفيش اختناق في الشبكه حصل، فبالتالي نو اكشن هيتخذ منها، مفيش اي حاجه هتحصل. بقيت في الحته ما بين السي اي ار والام اي ار، ما بين الكوميتد والماكسيمم، ساعتها هيحصل مايلد كونجكشن، يعني في اختناق ولكن متوسط بسيط. ساعتها هيحصل باسيف كنترول، وان الفريم ريت هيبعت مجرد الارم انذار انت في منطقه، لو فضلت زايد عن لو فضلت مكمل كده الثروت بتاعك هيقع. عديت الام اي ار ودخلت في هنا بقى الترافيك لود ذات بتاعي قوي، الثروت بتاعي هلاقيه ام اي ار اللي هي الماكسيمم انفورميشن ريت، هلاقي الثروت بتاعي بيقع والشبكه بتاعتي بتختنق ومبقتش ابعت اي حاجه. ساعتها الترافيك يبقى خلاص، ساعتها لا الثروت مش الترافيك بيحصل سيفير كونجستشن اللي هو كونجستشن قاسي او شديد، وبيحصل هنا اكتف كنترول. اكتف كنترول يعني بعمل فاكرين اللي هي الدي اي دي ديسكارد اليجيبيليتي. الديسكارد اليجيبيليتي لو حصل سيفير كونجستشن بعلمها بواحد. بعلمها بواحد يعني معناها ان لو في مثلا سويتش جات له المعلومه دي، جات له جاله الفريم ده ولقاه ديسكارد اليجيبيليتي بواحد، من حقه ان هو يبيه لان ده زياده عن اللي احنا متفقين عليه. لو كنا في محطه المايلد، الالارم بتاعنا ان هو بيبعت حاجه اسمها بي اي سي ان واف اي سي ان باكورد وفورورد. يعني لو حصل ان السويتش ده بدا يخش في مرحله المايلد كونجكشن بيبعت للي وراه خد بالك، بعت اللي قدام خد بالك، احنا دخلنا في مرحله لو فضلنا فيها الثروت هيقع. دي عند الام اي ار، ده عند ما بين السي اي ار والام اي ار. تمام. اللي هي في السيفير في المايلد. في السيفير بقى بيبعت ايه؟ بيمارك اكسترا فريمز از ديسكارد اليجيبيليتي بون عشان من حقك تبني. على فكره بس انا عايز اعيد حته ان انت سالت الفريم ليه هو لاير 1 ولا لاير 3 ولا لاير 2. على فكره ممكن يكون لاير 2 فعلا، لان هو بيتكلم عن السويتش. سويتش بين السويتش بقى لاير 2. فالله اعلم بقى، ممكن نسال فيها معيش. بس المحاضره ممكن نسال فيها جوجل بالظبط. المحاضره خلاص.